عليكم السلام. الحمد لله تمام. الحمد لله. يا مرحبا. اسمك الكريم لو سمحت؟ محمد بن عبد الله بن ضيف الله. ما شاء الله عليك. اسمي محمد. بلاد بل احمر المواويل. بلاد بل احمر. اي. وهذا الموقع اسمه السليمات. اسمه السليمات. اسمه السليمات. نعم. وهذا المواويل مشهور بالعنب. نعم. مشهور بالفركس. نعم. هذا الخوخ الفركس. نعم. ومشهور بالتين. نعم. سبعة انواع موجود من التين. سبعة انواع من العنب موجود. نعم. مشهور برضه بالذرة. افونغاتا. مشهور. نعم. بالذرة ومشهور حب الذرة وحب البر. نعم. الحمد لله نعمة من الله. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يحييكم. في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. يا مرحبا. الله يحييك. هذه المزارع مزارعكم. نعم. هذه مزارع الضيف الله. بارك الله فيك. في المواويل والله يحييكم. نعم. هذه يعني عنب نوع خاص يعني في المملكة. عنب المواويل مشهور على مستوى المملكة العربية السعودية. نعم. يعني هذه عندك يعني هذه المزرعة ملكية يعني فقط هذه. نعم. في هناك يعني في مزارع أخرى موجودة بيفرجون عليك هناك. موجودة وفي في القرية فوق برضه. نعم. لسه موجود الدنيا. كلها تشتهر. نعم. بأنواع العنب. عندنا سبع أنواع عنب. سبع أنواع. سبع أنواع. ما شاء الله. موجود. والفركس حوالي سبع أنواع موجود. التين برضه خمس. هذه كم نوع يعني؟ هذه سبع خوخ. انواع سبع انواع خوخ الفركس يسمونه الفركس او الخوخ. نعم. هو شرح لي. هذه بلدي. في التين في عندنا الاسطنبولي، في التين الاسود، التين الابيض، التين الصيني موجود، في التين الصيني موجود. ولكن التين يعني اصلا من تركيا. اسطنبولي. ايوه. اسطنبول افضل تين موجود التركي. ما من العربيه. لا. ما من العربيه. شجره موجوده مزروعه عندنا. نعم. ولكن اصلي يعني من اسطنبول. من تركيا. ما شاء الله. هل لديك يعني زيتون؟ زيتون موجود. موجود. هو صور هنا. هذاك الزيتون وهذه شجرة الزيتون شوفها برضه موجود. نعم ان شاء الله. كل سنة برضه. وعندي فركس وعندي. أي. يوسف. عندنا شجر الجوافة، عندنا شجر اليوسف، عندنا. أي. شجر البرتقال. يعني شفت يعني جوافة. عندنا شجر المشمش. مشمش. اي. اي شجر الليمون كبير. نعم. والصغير. نعم. برضه. نعم. احنا في نعمة الحمد لله. نعم الحمد لله. ويا مرحبا. الحمد لله. حيك. الحمد لله. حيك. يعني حضرتك من هذه المنطقة؟ نعم من المنطقة. نعم. من المواويل. بارك الله فيكم. الله إن شاء الله في الدنيا والآخرة. الله يطول عمركم مع الصحة والعافية إن شاء الله. حيك.